هي بتعمل كده ليه يا امي؟ ده انا بعمل المستحيل عشان ارضيها. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. هنعمل ايه يا بنتي؟ نصيبك كده. بس انا خلاص ما عدتش هاخد الولاد عندي تاني ما دام ده هيعمل لك وجع دماغ. لا حول ولا قوه الا بالله. ما قلنا خلاص ربنا هداه، حزنها على ابنها خلاها تعرف ان الله حق، لكن اللي فيه طبع ما بيبطلوش. انا اللي نفسي اعرفه بس هي ايه اللي في دماغها وقالت الكلام ده ليه؟ مين اللي مدخل في دماغها الفكره دي اني اخد الولاد وربيهم هنا وكرههم فيها؟ طب ليه؟ ده هي اللي بتصرف عليهم وهي اللي فاتحه البيت. دي بتديني مصروفي زي العيله الصغيره يا امي. عمري ما فكرت اقول لها اعملي لي شهريه عشان اصرف على اولادي براحتي ولا حاجه من دي. طب ليه كل ده؟ ما انا ممكن اسيبها وقت ما اسيبها، ومن حقي ان انا اخد الولاد في اي وقت. ايوه هو ده بقى مربط الفرس. هو ايه ده؟ ان من حقك تاخدي الولاد وتمشي. مش فاهمه. حماتك عارفه كده كويس، وعشان كده بتضايق عليكي، خايفه لحسن تطيري بكتاكيتك. هو ده بقى اللي انا بفكر فيه. لكن احمد اخوكي بيفكر انها ممكن تقول لك كلمه ناشفه او بايخه، لكن كل ده مش مهم. امال ايه المهم يا امي؟ عايز اعرف الست سرايا بتفكر في ايه، ولا بترتب لايه علشان ولاد ابنها يفضلوا في حضنها، او عشان انت ما تفكريش تاخديهم وتمشي، او حتى تسيبيهم وتمشي. اسيبهم؟ اسيبهم ازاي واروح فين؟ تتجوزي؟ اتجوز؟ اتجوز ده يا امي؟ مجنون مين اللي يقول اني اعمل كده؟ ده انا هعيش طول عمري مكويه بنار رياض. ده انا كل دقيقه عشتها مع رياض تستحق ابكي عليه لغايه ما اموت. انا عايشه الراجل تاني غير رياض يا امي؟ شوفي يا نبيله، انا خايفه لتكون حماتك هي اللي بتفكر كده، وعشان كده بتضيق عليكي عشان ولاد ابنها يفضلوا في حضنها، وخايفه كمان لتكون بترتب لحاجه عشان تربطك بيها جنبها. ترتب اللي ترتبه، ما انا كده كده مربوطه بيها عشان ولادي، عشان رياض الله يرحمه وصاني عليها. يعني هتعمل ايه يعني يا امي؟ مش عايزه الولاد يجوا هنا؟ مش مهم، بلاش الولاد يجوا هنا، المهم عندي انك قاعده معايا. لا لا يا نبيله، انا خلاص يا بنتي ما ينفعش ان انا اقعد معاكي. انا هجيب حاجتي وارجع هنا بيتي. كده برضه يا امي؟ اهون عليك تسيبيني لوحدي؟ لا يا نبيله، انا مش هسيبك يا ضنايا. انت خلاص بقيتي كويسه وتشد عودك، وهي الصبح معاكي فاطمه، وبالليل ولادك في حضنك، وانت ما انتش لوحدك، انت في بيت عيله. لكن انا خلاص ما عادش ينفع بعد الكلام اللي حصل النهارده ان انا ارجع عندك. انا مش هسيبك ابدا يا ضنايا. زين وايد عندك العربين بتاع اوض النوم اللي اتدفعت امبارح؟ عربين امبارح عند 5000 جنيه الاوضه للإقلام. 5 للإقلام. 6 الأوضة الطاووس. 6 طاووس. 7000 جنيه الأوضة الشمعدان. 7 شمعدان. ما تحصي خطك يا سيد. إيه نبش الفراخ اللي أنت بتكتبه ده؟ حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قوم خد الدفاتر دي ووضب حساباتك جوه في المكتب. حاضر يا ست الكل. تأمريني بحاجة تانية؟ لا شكرا. السلام عليكم. انت ايه اللي جابك؟ مش خايف لا رجالتي يقطعوك ويرموك للكلاب السعرانه تاكلك؟ على ايه ده كله؟ هو خير ان تعمل شر ان تلقى؟ هو اللي زيك يجي من وراه خير؟ وانا كنت عملت لك ايه يعني؟ هو انا جاي استجدى منك ولا استجدى منك؟ ده انت لو عايزه حاجه انا اديكي. اطلع بره بدل ما اخلي امي تلاقي اله الا الله تتفرج عليك. أمي تلاقي إله إلا الله مش هتتفرج عليا أنا، هيتفرجوا عليك أنت والمستخبي يبان وفضيحتك تبقى بجلاجل. أنت عاوز إيه يا علي هنداوي؟ أيوه كده حلو، تكلميني كويس أكلمك كويس. ما تخلص، أنت لسه هتقعد وتحط لي رجل على رجل. أولاً أنا جاي أقدم التعازي في نجلكم الكريم. وهو ده اللي جابك؟ ما هو لو كان موجود ما كنتش عتبت ناحية المعرض، كان زمانه قطعك بالحتة. ولما كان يقدر يقطعني
ما جاش وراني المرجاله ليه بعد ما بيعتك املاكك؟ اخرس ده قطع لسانك. ابن سيد الرجاله كان ممكن يفعصك زي الصرصار تحت جزمته، بس انا ما قلتلوش وساختك اللي انت عملتها فيا. كان زمانك مع الاموات. كويس ان هو سبق وراح مع الاموات. اطلع يا واطي من هنا، اطلع بره، اطلع بره، انا اصفي لك دمك يا حيوان يا واطي يا خسيس. يلا يا حرامي يا نصار، اطلع بره. ايدك امسكوه الكلب ده، اوعى تعدي ناحيه المعرض، اكسروا رجله لو جه تاني. اوعى عمل لك له ايه يا سرايا؟ ايه خايفه للمستخبي يبان ويعرفوا ان انا كنت جوزك وانك انت كتبتلي املاكك عشان افضل معاكي وانا رفضتك؟ كداب كداب المبرر حرام النصاب ده المبرر. بره ربنا ينتقم منه، ده كلب ولا يسوى. ما تعمليش في روحك كده. كتير انت حبيبي كده، سبتني سبت امك، هنت عليك يا روحي، سبتني كلاب السكاكين هشوا فيا، هنت عليك يا رياض. خديل معاكي بقى ده، ما تسيبيه مرتاح في نومته، انت بتقليه ليه؟ ده ربنا موجود واسمه الحافظ، وربنا هيحفظك من ولاد الحرام ويبعدهم عنك. بس بس يا نور عيني، بس صلي على النبي كده في قلبك واهدي. عليه الصلاة والسلام. أنا مش عارفة إيه اللي جري لي ده، الخبطات ورا بعضها ورا بعضها لما ظهرت قطم يا فاطمة، مش عارفة حظي ماله. ماله حظك؟ الله، إحنا برضو لازم نحمد ربنا، ربنا مرزقك وساترك ومديلك عيال يتهادوا للملوك. صلاة النبي الله أكبر. وإن كان بقى على سرياد الله يرحمه. اتخطف يا فاطمة، رياض اتخطف، ما لقيتش اشبع بيه. ده عمره، وبعدين ربنا ما حرمكيش منه خالص، ده مديكي تلات عيال ذكرى عشان تحسي ان هو موجود. اما اللي ما يتسمى ده اللي اسمه هنداوي، الحمد لله انك انت خلصت منه. اه يعني دلوقتي لو كان هو بقى ركب دماغه ومرضيش يطلقك، كنت انت ساعتها بقى هتعملي ايه؟ مش نحمد ربنا ونرضى بنصيبنا؟ الحمد لله. قوليلي، هي لسه رمزية عند بنتها نبيلة جوه؟ لا دي بقالها كام يوم ما بتجيش. احسن. يهو ليه؟ طيب مش دي ام برضو؟ وانا قلت انها مش ام، بس بعيد عننا، ولا حبه حبه ياخدوا عليها العيال وما يقدروش يستغنوا عنها. خلاص هي مشيت لحبه حبه ولا دياولو. طب ونبيلة مالها؟ ما بتاخدش العيال وتروح عند امها؟ لما بتيجي رايحه لامها بتسيب البنات وبتاخد رياض على دراعها، وهي يا دوبك ساعه زمن اللي بتقعدها، ويمكن كمان ما بتكملهاش. ربنا يستر. الله مالك بس؟ انت بتدوري على حاجه تشيلي همها؟ انا خايفه قوي يا فاطمه. خايفه من ايه؟ لو نبيله خدت العيال وراحت اتجوزت، هتبقى العيال مش شحطاطه بيني وبينها، وساعتها تبقى قطمه وسط على حق.